هو مرض العصر بيتسلى لحياتنا من دون ما نحس. مسؤوليتنا كتير كبيرة بتبلش من المطبخ. حلقتنا لليوم خاصة مميزة لمرض السكري. هاي ملك. هاي شيف. كيفنا اليوم؟ الحمد لله، انت كيفك؟ نشكر الله. شو محضرنا اليوم شيف بالحلقة الصحية؟ بتعرفي في كذا اليوم امراض العصر هن ملخصين بثلاثة. نحن اليوم حنحكي شوي عن السكري اللي هو اكيد مش بس الاشخاص اللي عندهم مرض السكري لازم يتبعوا هيك دايت، حتى الاشخاص اللي عندهم ممكن وزن زايد مثل انا مثلا لازم نهتم بهالمواضيع، ننتبه على شو عم ناكل خاصة بعد عمر معين. وقت الميتابوليزم تبع الجسم، اما الايض تبع الجسم حركة التعرق وهذا بتخف مع العمر، لازم ننتبه على اي نوع اكل عم ناكل وشو عم ناكل بالتحديد، وكيف نتفادى اي اكل ممكن ياثر على مستوى السكري بالجسم، لانه اليوم مش اجباري شخص بس يكون عنده اياها وراثه، ممكن يحصل على مرض السكري من خلال اللايف ستايل تبعه، طريقه اكله، اللايف ستايل تبعه. لذلك هذا مثل ما بنعرف مرض السكري هو من الامراض الاخطر بالعالم اليوم، خاصيه للاشخاص اللي عندهم وزن زايد، يعني مثلا احنا بنسميهم بالانجليزي اوبيز اللي عندهم، لانه بصير ضغط الدم بغير، حركة الجسم بتخف إلى آخره، فممكن التعرض لمرض السكري يصير أكثر بكثير. اليوم حنعمل كم وصفة كيف إنه من العادة من الموجودين بالبيت بلا ما شو بيقولوا نجتهد زيادة عن زوم أما نخاف من الخبرية، لأنه هي ما بدها خوف القصة، بس بدها شوية اهتمام بالمواد اللي عم نشتريها عم نكلها. فاليوم حنعمل وجبات حتلاحظي إنه اكثر شيء مركز فيها على الفايبرز الالياف، لانه اليوم اي مرض بيتعلق بالجسم اللي هي بالفانكشن تبع الكبد بالعمل الكبد، لانه نحن نعرف افرازات الكبد 100%. اما البنكرياس اللي هو بيهتم بالسكري، البنكرياس اللي هو اللي بيفرز الانسولين، بيفرز الانسولين، الاهتمام تبعه وتفادي شخص يوصل لاي مرض من السكر، اما لنقول اذا عندنا ولد جينيا بيحمل مرض السكري، شو كيف ممكن نعمل وجبات نتفادى؟ الفايبرز هي اهم شيء بالموضوع.